بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. حلقة اليوم بمناسبة ثورة 23 يوليو تموز عام 1952، نقدم شخصية هامة مؤثرة في قيام الثورة من الضباط الأحرار، وهو المشير عبد الحكيم عامر، الذي ولد في أسطال عام 1919 وتوفي عام 1967، وهو أحد أعضاء تنظيم الضباط الأحرار، وكان صديقاً مقرباً للزعيم جمال عبد الناصر، وتولى القيادة العامة للقوات المسلحة ووزير الحربية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعد ترقيته من صاغ أي رائد إلى مشير على يد الزعيم عبد الناصر في الفترة من عام 1954 إلى عام 1967، وقد شارك في حرب فلسطين عام 1948، وفي حرب السويس عام 1956، وفي حرب اليمن من عام 1962 إلى عام 1967. وهو من مواليد محافظة المنيا لأسرة ميسورة الحال، وكان والده عمدة القرية، وكان له صلة قرابة بحيدر باشا. من ناحية أمه، التحق بالكلية الحربية عام 1935 وتخرج فيها عام 1938، يعمل في الجيش المصري بالسودان حيث التقى بعبد الناصر وتعمقت صداقتهما ليشكل تنظيم الضباط الأحرار الذي أطاح بالملك فاروق عام 1952. ويرى المؤرخين أن عبد الناصر الذي كان يعمل على التخلص من خصومي السياسيين والعسكريين لم يجد أقرب من عبد الحكيم عامر ليتولى قيادة الجيش، وكان لديه شعبية كبيرة لدى ضباط الجيش، وأصبح عامر نائب لرئيس الجمهورية، وكان المشير يساعد العسكريين في التغلغل في كل مناحي الحياة والاستيلاء على خيوط السلطة، بعد أن علم أن الزعيم عبد الناصر يحاول بعده عن القوات المسلحة عام 1962 لتسقط مصر في أسوأ دوامة يمكن أن تدخلها. وجاءت الهزيمة المدوية في حزيران عام 1967 لتمثل فرصة سانحة أمام عبد الناصر للإطاحة بصديق العمر الذي ينازع في حكمه ونفوذه. وألقى الزعيم عبد الناصر خطاب التنحي في يوم 9 حزيران بدون أن يأتي ذكر استقالة عبد الحكيم عامر، وهو ما اعتبره عامر لعبة من الزعيم عبد الناصر ليعود وحده لاحقا وتحمل عامر وحده مسؤولية الهزيمة، وهو ما حدث بعد تراجع عبد الناصر عن الاستقالة. وسريعا ما بدأ الزعيم عبد الناصر في الإطاحة برجال عامر، وفي 11 من حزيران عين الفريق محمد فوزي قائد عام للقوات المسلحة، وتم قبول استقالة القادة وإحالة عدد كبير منهم إلى المعاش وعين بدلا منهم. ولشعبية المشير عامر العريضة في الجيش، عرض عليه الزعيم عبد الناصر منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، ولكن بدون اختصاصات ولا سيما المتعلقة بالقوات المسلحة، وهو ما رفضه عبد الحكيم عامر متمسكا بسلطته، وقال طالما عبد الناصر رئيسا للجمهورية فلا بد أن أكون قائدا عاما للقوات المسلحة. وبعد فترة عاد عامر من قريته أسطال وقضى عدة أيام في منزله بالجيزة لتشتعل مرحلة جديدة من الصراع بينه وبين عبد الناصر بعد تصفية كل أنصاره في الجيش ورفع صوره من جميع الوحدات ورفع الحراسة عن بيته، ودعا عامر أقرب أنصاره إلى بيته حتى لا يتم اعتقالهم، وتحول بيته لقلعة حصينة وتكوين ميليشيا خاصة تحمي المشير عرفت باسم حرس الجلاليب إشارة إلى أبناء قريته. وقد دعا الزعيم عبد الناصر لبيته يوم 25 من أغسطس، واعتقد عامر أن عبد الناصر تراجع عن سحب اختصاصاته ويدعوه إلى المصالحة، وذهب عامر لبيت عبد الناصر ليجد أنه قد أعد له فخا. وقد واجه في منزل الزعيم عبد الناصر ما يشبه المحاكمة لمدة 5 ساعات بوجود زكريا محي الدين والسادات وحسين الشافعي وقوة عسكرية بقيادة الفريق محمد فوزي لاعتقال المخلصين له من المدنيين والعسكريين ليعود وحيدا لمنزله، وقد حددت إقامته الجبرية فيه. وبعد ذلك أصدر الزعيم عبد الناصر قرارا بنقله إلى استراحة في المريوطية بحجة اتصالاته الخارجية سرا وتأليب الرأي العام ضد الرئيس عبد الناصر وبث الشائعات. وبعد يوم واحد من نقله إلى الاستراحة أعلنت السلطات الرسمية أن المشير قد انتحر باستخدام مادة الأكوانتين السامة، فيما أصرت أسرته على أنه تم اغتياله، ويؤكد عدد كبير من المؤرخين ويرفض آخرون. وزوجته الفنانة الراحلة بيرلانتي عبد الحميد تؤكد أنه تم اغتياله،
وقد سُئلت سيدة مصر الأولى السيدة جيهان السادات، قالت أن المشير انتحروه في شهر سبتمبر عام 1967، وهذا ما يؤكد لنا أن الثورة تأكل أبنائها. فبعد أن كان المشير عبد الحكيم عامة والزعيم عبد الناصر صديقين مخلصين في بداية حياتهما على المستوى العملي والأسري، أصبحوا من ألد الأعداء، كل واحد منهم يريد التخلص من الآخر ليتمسك بمنصبه. وفي النهاية نقول يا ليتنا نأخذ العظة ونستفيد من الدرس، ورحم الله الجميع، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. ولا ننسى الدعاء لإخواننا في غزة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.